السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أعلنت ريلمي اليوم على جهاز جديد من الفئة الاقتصادية يقدم مواصفات قوية جدا بسعر غاية في الروعة. سنتعرف معا على مواصفات وسعر الريلمي 9i. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك، إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. بداية مع الشاشة التي تأتينا هنا من نوع IPS LCD، شاشة كبيرة بحجم 6.6 إنش وبنسبة استحواذ 84.2%. تأتينا مع الثقب على اليمين للكاميرا الأمامية. هذه الشاشة تدعم الريفريش ريت تردد 90 هرتز. ظهر الجهاز مصنوع من البلاستيك والفريم أيضا، كما نجد في الظهر مستطيل يحتوي على 3 كاميرات خلفية وفلاش LED. الكاميرا الأساسية هنا تأتينا بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f1.8. الكاميرا الثانية كاميرا ماكرو لتصوير الأشياء من قرب، تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.4. أما الكاميرا الثالثة فهي كاميرا depth sensor، تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.4. وبالنسبة لكاميرا السيلفي، الجهاز يأتينا مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.1. الريلمي 9i يأتينا مع معالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 680، معالج يأتينا بمعمارية 6 نانومتر، يعطيك تجربة أداء قوية. يعني في هذه الفئة السعرية يعتبر أحد أفضل المعالجات الموجودة في هذه الفئة. كما يأتينا الجهاز مع نسخة أندرويد 11 وواجهة ريلمي UI 2. بطارية ممتازة هنا بحجم 5000 ملي أمبير وشاحن بسرعة 33 واط. يأتينا الجهاز مع بصمة على الجنب سايد ماونتد، الجنب الأيمن. يأتينا مع سماعتين خارجية ويدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك، أكيد أنه يأتينا مع USB Type-C. أما فيما يخص النسخ، الجهاز يتوفر بثلاث نسخ، بداية مع 64 مساحة داخلية و4 رام، 128 جيجا مساحة داخلية و4 رام، والنسخة الثالثة تتوفر ب 128 جيجا مساحة داخلية و6 جيجا للرام. الجهاز يدعم مدخل للSD كارد، يعني بإمكاننا إضافة مساحة داخلية. وبالنسبة للألوان يتوفر بلونين فقط، اللون الأسود واللون الأزرق، ويبدأ سعر الجهاز من 250 يورو، ما يعادل 280 دولار. السعر هنا ممتاز جدا لكل ما يقدمه الجهاز، يعتبر أحد أفضل الأجهزة لكنه ليس الأفضل في هذه الفئة السعرية. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام هذا الفيديو، أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. في ختام الفيديو لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.